نعم، الماريجوانا أصبحت قانونية الآن في كندا. سواء كنت تدخن اجتماعيا للاستمتاع، أو تدخن طبيا لتسكين الألم، أو تدخنه للاسترخاء. لا، من غير القانوني القيادة تحت تأثير الماريجوانا لأي سبب من الأسباب. كن ذكيا عندما تدخن الماريجوانا، لا تقود سيارتك. وإذا كان أصدقاؤك على وشك القيادة تحت تأثير الماريجوانا، كن صريحا، كن ذكيا، كن آمناً.